السلام عليكم، فيديو جديد من قناة اي بي فيديو. فيديو النهاردة جايين نتكلم عن شخص معين. الشخص ده اسمه شاد سرور، يوتيوبر كبير من مصر، عنده اكتر من 4 مليون مشترك. ناس كتير قوي بتتابعه من خلايجة او من مصريين او من جميع انحاء العالم بتتابعه. طلع الحاجة على الانستا قال انا سبت الاسلام. طبعا كل الناس جم عند الكلمة دي وهجموا شادي سرور وقالوا يا شادي انت ازاي تقول كده، وانا صراحة من اول الناس اللي عملت كده. بعديها لقيت شادي سرور نزل فيديو بعنوان حزين، وبعديها نقطة كده صغيرة، انت قلت في اخر فيديو ليك انك مش هتعمل فيديوهات تاني وخلاص هتنتحر. لا، لقيته نزل فيديو بيقول حزين. الفيديو مدته 14 دقيقة بيتكلم فيه عن حياته وانتوا ازاي كده، وقال فيه اللي انا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي وما سبتش الاسلام، لا انا مسلم وبس. يعني هو لما جيت سمعت كلامه لقيته بيقول، انا استغربت والله من طريقة كلامه، حسيته اللي هو شخص مش طبيعي. انا شايف اللي انت كنت طالع حس انك يعني مش شاد السجور اللي احنا مثلا نعرفه، اللي بتطلع تعمل لايفات على الانستا وبشوفك بتتكلم بطبيعتك. لا، دي مش طبيعتك خالص. يعني ممكن تكون انت حصل معاك حاجة جامدة قوي بالنسبة للسلبية اللي انت بتتكلم عليها اللي الناس بتطلع تهاجمك فيها. انا شايف ان الناس كلها بيجي لها شتايم كيوتيوبر زي او كاي اصحاب اليوتيوبرز اللي بيعملوا فيديوهات، يعتبر كلهم بيتشتموا بيتهانوا، لكن في الاول في الاخر هو بيكون عايز يعمل حاجة هو بيحبها فبيطلع يعملها. وانا صراحة اول ما شفت الفيديو بتاع شادي سرور لقيته بيقول انا مسلم، بس يعني انا مسلم وأؤمن بالله، لكن يعني مش الدين اللي انتوا فاكرينه اللي هو دين الشر. هو يا شادي الناس اللي شتمتك، انت فاكر الناس اللي شتمتك دي مسلمين بس؟ لا يا شادي، لازم يكونوا مسلمين بس، ودول اصلا فئة صغيرة من الناس. يعني في ناس بتطلع تعمل فيديوهات بتتشتم، سيبك انت. وفي برضك حاجة عايز اقف عندها، انك ما تدخلش الدين في اليوتيوب او الفيديوهات. معرفش يعني انا كنت لسه بتكلم، عملت على الانستا تصويت وقلت ايه رأيكم في يعني موضوع شادي سرور اللي اتكلم عنه. واحد طلع وقال لي شادي سرور عايز يلم مشتركين. انا قعدت افكر شوية في القصة دي واقول شادي سرور عايز يلم مشتركين؟ طب ازاي شادي سرور عايز يلم مشتركين وهو عنده 4.5 مليون؟ لا بصوا، هو الانسان طماع، ممكن عايز يوصل لعشرة مليون كمان لعشرين مليون. الانسان بيفكر في اي حاجة عشان يوصل اللي هو عايزه، لكن مش بالطريقة دي يا شادي بصراحة. ممكن صح تكون انت عايز تجيب مشتركين، يعني انت ممكن، يعني انا بجد مش عارف اقول ايه. انا في وقت من الاوقات لقيت واحد اسمه، ولا اقول لكم بدون ذكر اسماء، يوتيوبر معروف جدا في مصر، كان نزل حالة على الانستا وبيقول انا مخنوق جدا ومحدش يكلمني. فطبعا انا دخلت كلمته وقلت له مالك. بعديها ببص يعني قعدت افكر قلت طب ايه الفرق ما بينه وما بين شادي سرور؟ يعني هو الشخص ده جايب اليوتيوبر اللي انا بكلمكم عليه جايب 700,000 مشترك بدون ذكر اسماء. طبعا الشخص ده يعني كان ممكن عشان هو مخنوق كان ممكن يجيب من خانقه دي مشتركين جداد، اللي هو يطلع يقول انا مخنوق، يطلع يقول مثلا على قناته على اليوتيوب انا مخنوق انا انتحر انا خلاص مش عايز اي حاجه من الدنيا انا زهقان، وممكن الناس تتعاطف معاه كتير او يعني، والفيديو ده ينتشر جامد ويتقشف عند اليوتيوب والناس كتير قوي تعمل له سبسكرايب عشان يلم فانز جداد لقناته. هي دي بس النقطه اللي كنت بتكلم عليها، وبقول انك ما تدخلش الدين في اليوتيوب او الفيديوهات في صناعه المحتوى عامه. انا سمعت فيديوهات كتير قوي من ناس يوتيوبر كتير قوي طلعوا اتكلموا، اولهم ليدو، وناس كتير طلعوا اتكلموا عن الحوار، وتحس ان اليوتيوب المصري بقى كله بيشتم في بعضه وبيهين في بعضه. طبعا زي يعني قرار زي شادي سرور اللي هو خده ده لما قال ساب الاسلام، هو كان عايز يعمل هوجة، هو عايز الناس كلها تتكلم عليه وتقول ايه ده شادي سرور، الحق شادي سرور ايه اللي حصل، والاعلاميين والقنوات الكبيره مثلا تطلع تتكلم عليه. بس كده، انا مش عايز اتكلم اكتر من كده. انا الفيديو اللي فات طلعت فيه نمت، بس ما طلعتش فيه بوشي عشان كانت الدنيا مش سامحه يعني وكده. فالمهم الفيديو ده فيديو كده قصير، قلت اقول رايي فيه عن شادي سرور او الحوار اللي هو عمله، وبعد ما عمل كمان فيديو حزين. بس كده، يا ترى شادي سرور هيرجع ولا لا تاني الفيديوهات؟ يا ترى انت اللي بتتفرج عليا هترجع تحب تاني شادي سرور بعد اللي هو قاله؟
يا ترى انا هرجع تاني اتابع شاد السرور؟ بس كده اسئلة بتطرح نفسها، فياريت كل الناس تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتقولولي رأيكم في السيت اب الجديد اول مرة يعني اجرب كده غامر. الناس اللي متابعاني على القناة اول مرة تشوف طبعا السيت اب ده في قناتي، فلو السيت اب ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. عايز الناس كلها تحت تقول ايه رأيها في موضوع شاد السرور، وانا بقرأ كل الكومنتات. فبس كده.